أعزائنا المزارعين والمزارعات، مشاهدينا الكرام، تسهم النشاطات البحثية الزراعية في إيجاد التقنيات التي تزيد من إنتاجية المحاصيل، أو تسهم في تحسين القيمة التسويقية وزيادة الدخل للمزارعين. وتعد زهور الفل من المحاصيل التي تستخدم عقود الفل والتزيين بها في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهي من النباتات العطرية. ولزيادة الاستفادة من زهور الفل بإنتاج الزيت العطري، تعمل الأنشطة البحثية الزراعية على إدخال ونشر تقنية التقطير للزيت العطري من زهور الفل، من خلال تدريب العاملات في إدارة المرأة الريفية في محافظة المحويت وحجة وذمار وصنعاء. وللتعرف على خطوات تقطير واستخدام الزيت العطري للفل، نتابع الحديث التالي. في البداية يعني نوضع الفل أو أي نبات عضري يحتوي على زيت طيار بمقدار 1:3، يعني يكون النبات أو الزهر بمقدار 1 و3 أضعافه ماء في القمعة، هذا يسمى قمع بخنر. وظيفة الجهاز هذا أنه يعمل على استخلاص الزيوت الطيارة من الفل بواسطة البخار، يمر البخار يعني حاملا الزيت الطيار عبر المكثف. المكثف هذا وظيفته تبريد البخار وتحويله إلى سائل. طبعا يحتوي السائل هذا على زيوت طيارة وماء، ويسمى بالماء العضري، ينتقل إلى الدورق. بعد عملية التسخين يتحول الماء المختلط مع الفل إلى بخار إلى ماء عضري يوضع في الدورق. هذا الماء العضري هو عبارة عن ماء يعني مخلوط بزيت طيار أو زيت عضري. الآن حصلنا على ماء عضري، هذا اللي في الدورق هذا يسمى ماء عضري، وهو عبارة عن ماء يعني مخلوط مع زيت الطيار أو الزيت العضري. كيف نعمل على فصل الزيت الطيار من الماء؟ نصب الماء العضري هذا في قمع الفصل، نعمل على صب الماء العضري في قمع الفصل. قمع الفصل هذا خاص بفصل الزيت الطيار عن الماء، نتركه لمدة ساعة أو ساعتين حتى يطفو الزيت فوق سطح الماء. الآن نقوم بفتح الصنبور للتخلص من الماء وحجز الزيت الطيار. لاحظوا وظيفة قمع الفصل أنه ينزل الذي تحت ويخلي هذه فوق على ما هو. الآن بعد المرحلة هذا نصب الزيت الطيار، نترك الزيت الطيار ينزل بهدوء لأنه دحين باقي قطيرات من الزيت موجودة في سطح قمع الفصل، نخلي فترة لو ما ينزل كامل. الآن معانا قليل من الماء وزيت الطيار. بعد هالمرحلة تأتي مرحلة الفصل، فصل الزيت الطيار. الفائدة من الجهاز، من جهاز الاستخلاص أو من استخلاص الزيت الطيارة من الفل أو من النباتات العضرية الأخرى كالريحان أو الشذاب أو أي نبتة عضرية فيها تحتوي على زيت طيار، الفائدة هي استخراج الزيت الطيار من هذه النباتات أو من هذه الزهور. والزيوت الطيارة فائدتها استخدامها كعطور، كمواد منكهة، كزبات، كمواد تجميل، تدخل في كثير من الصناعات. الاستفادة طبعا من هذه التجربة هي استفادة مادية، بحيث أنه في القرى حيث ما يزرع الريحان، الشذاب، في الأماكن الساحلية في الحديدة، في لحج، في عدن، حيث ما يزرع الفل في أوقات عندما يكون توفر المحصول وسعر الفل رخيص، أو أن الريحان موجود، أو النبتة برية، أي نبتة زي الخزام تكون موجودة في الجبال برية، تجمع بصورة برية يعني مجانا ما فيش لها أي قيمة، ممكن أنه واحد يستخرج منها زيت الطيار وبالتالي بيعه أو استخدامه استخدام شخصي، يعني كعطر أو زباد أو مواد تجميل أو أي شيء من هذا القبيل. نسبة الزيت الطيار المتحصل عليه بواسطة التقدير أو بواسطة
استخدام المذيبات كمية كبيرة ممكن بيعه يعني في الأسواق، وعادة بيكون سعر غالي، يعني سعر الزيت الطيار المستخرج من الفل أو من الورد بيكون في حدود 30,000 ريال الخمسة الملي أو أغلى، ويعتمد على جودة الزيت وعلى طريقة استخلاصه، يعني عندما يكون الطرق طبيعية يعني والزيت الطبيعي بيكون سعره غالي، عندما يكون صناعي ما يعني سعره بيكون منخفض، والزيت الطبيعي عادة يعني يباع بأسعار باهظة. الأصدقاء والصديقات